أهلا بكم مشاهدينا الكرام في أولى حصصنا المباشرة من قناة المغاربية، حصة الصحافة والبداية كالعادة مع فقرة الصحافة الجزائرية. إذن مشاهدينا الكرام، نبدأ كالعادة مع الصحف الجزائرية وصحيفة الغد التي تضع صورة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في صدر الصفحة وتعنون الإليزي الذاكرة بالتقسيط. إكليل الزهور على قبر الشهيد العربي بن مهيدي يعكس افتقار فرنسا للجرأة في معالجة الملف، تكتب الغد. كذلك في أعلى صفحة الغد، أوروبا الحراقة عندما تحول المهاجرين من مشكل إلى حل، يعني كيف تتعامل أوروبا مع مشكل الحراقة. وهنا يجيب أمثلة، يقول الحكومة الإسبانية لجأت لهم لإنقاذ نظام الضمان الاجتماعي والتقاعد. نمر إلى الصحيفة الموالية وهي الحوار، وفي الحوار صورة للرئيس عبد المجيد تبون، فلنعمل يدا بيد لبناء مستقبل أفضل لإفريقيا، هكذا يقول الرئيس عبد المجيد تبون. وتعنون الحوار، رئيس الجمهورية يشرف على مراسم أداء اليمين للمديرة التنفيذية الجديدة للأمانة القارية للآلية الإفريقية، التزام بدعم قيم الحكم الرشيد والشفافية في جميع أنحاء قارتنا الإفريقية، واثقون من أن آليتنا ستستثمر في الازدهار وإحداث تأثير إيجابي. طبعا لما نسمع كلام مثل هذا من رئيس تبون، تقول لماذا لا يحصل هذا في الجزائر في داخل الوطن، خصوصا حينما يتحدث عن الحكم الرشيد ويتحدث عن الشفافية التي ما زالت تفتقدها مؤسسات الدولة الجزائرية مع كل الأسف. كذلك عنوان آخر في حوار، أكثر من 10,000 مشروع استثماري خلال سنتين، كلام هذا يقوله مدير الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش لجريدة الحوار. كذلك في نفس الجريدة، خبراء ومختصون يقولون لجريدة الحوار، المؤسسات الناشئة وقود الاقتصاد الوطني. إن شاء الله يكون هكذا، وإن شاء الله يكون الدعم حقيقة لهذه المؤسسات الناشئة دعما حقيقيا وقويا من أجل أن تكون محركا للاقتصاد الجزائري. وكذلك وزارة الأشغال العمومية تحسم الجدل، دفع رسم المرور بالطريق السيار غير مدرج في برنامج الحكومة. هذا الكلام ثار بشأنه كلام كبير وكثير وطويل في مواقع التواصل الاجتماعي أمس، فالوزارة اضطرت إلى توضيح الأمر. نمر إلى صحيفة أخبار الوطن، فيها صورة لغزة ولطفل غزاوي، وتعنون نصرة غزة زخم يتراجع، تراجع في الاهتمام بالإبادة الحاصلة في القطاع بعد الحرب على لبنان. كذلك في نفس الخبر الذي قرأناه في ما مضى، رئيس الجمهورية يشرف على مراسم أداء اليمين من قبل المديرة التنفيذية الجديدة للأمانة القارية. ونختم بهذا الخبر الطبي في أسفل الصفحة، أمراض العصر، وباء خفي يهدد صحة الجزائريين. نمر إلى المشوار السياسي، الصحيفة الموالية، وتعنون الجزائر مستعدة للتصدي لكل الأعمال العدائية. طبعا كلام هذا يكرر بشكل شبه أسبوعي، سواء من مسؤولين سياسيين وخصوصا من الفريق شنقريحة، يكرر كثيرا، تشعر وكأنه فعلا البلاد على شفا حرب لا تدري مع من، في حين أن الخطاب كما يقول كثير من المعلقين يتطلب الحديث عن الاستقرار والتهدئة وعدم توتير الأجواء. فهنا شنقريحة في يقول الجزائر مستعدة للتصدي بحزم لكل أعمال العدائية. طبعا هذا الكلام جاء خلال تنصيب القائد الجديد للقوات البرية. شنقريحة نفسه يقول
بعض الأبواق تسعى لإثارة البلبلة بالأخبار المزيفة، ويقول أن الجيش بالمرصاد لبقايا الإرهابيين، وكذلك إحباط محاولات إدخال أكثر من 4 قنوات المخدرات قادمة من المغرب. في نفس الصحيفة فتح باب الترقيات للأساتذة الجامعيين، إيداع ملفات الترشح بداية من 3 ديسمبر المقبل. ونختم بسؤال تطرحه المشوار السياسي: من يحمل براءة من إرهاب الصهاينة؟ أطفال فلسطين يقتلون في اليوم العالمي للطفل. نمر إلى صحيفة الديوان، وفيها صورة طريق السيار شرق غرب، والعنوان: عملية دفع الرسوم بالطريق السيار غير واردة في برنامج الحكومة. هذا طبعا نفس كلام وزارة الأشغال العمومية في هذا الشأن. وكذلك تعيد تصريح للفريق أول سعيد شنقريحة: الجزائر عازمة على الحفاظ على سيادتها والتصدي لكل الأعمال العدائية. ونمر إلى صحيفة ألترا الجزائر، وتطرح سؤال هنا متعلق بالصناعة في الجزائر: إرث ثقيل في وزارة الصناعة، ما التحديات المنتظرة؟ وتكتب: يواجه الوافد الجديد على وزارة الصحة امتحانا حقيقيا لإعادة الثقة في القطاع. وأهم النقاط التي لابد أن يركز عليها: رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، تحقيق قفزة نوعية في الصناعات الاستراتيجية بدءا من بعث صناعة سيارات حقيقية خالية من شبهات المحسوبية، مرورا بإنتاج أجهزة كهرو منزلية جزائرية بنسبة 100%، وصولا إلى تعزيز المناولة الصناعية كأرضية لنجاح المشاريع الكبرى، واستئناف صناعة الهواتف النقالة التي تعد من أولويات الدولة. هذا كان كلام صرح به أكثر من وزير صناعة مر على هذه الوزارة، لم ينجز منه إلا القليل القليل، وكثير منه بقي كلاما. فهنا تسأل ألترا الجزائر عن هذا الإرث، وهل سيكون الوزير الأول قادرا على الإفاء بهذه الوعود، أو على الأقل الشروع في مثل هذه المشاريع اللي هي فعلا مشاريع واعدة، واللي هي فعلا لو ذهبت فيها الجزائر ستضعها على الطريق الصحيح اقتصاديا بالأساس. نمر إلى الفقرة الموالية مشاهدينا الكرام. الفقرة الموالية هي فقرة التدوينات، واخترنا بعض التدوينات المعبرة عن واقع الجزائريين بطريقة ما كل حسب ما كتب. نبدأ مع فضيل بومالة في هذه التدوينة التي يضع فيها صورة معتقل الرأي الطاهر العربي الذي كان بالأمس كانت محاكمته، ويكتب: قضت محكمة البيض الاستئنافية بإدانة معتقل الرأي والحقوق الطاهر العربي بسنتين حبسا نافذا في ملف أول، وسنتين أخريين معناها 4 سنوات، و500,000 دينار غرامة نافذة لكل ملف. وكانت النيابة قد التمست تشديد العقوبة. يكتب فضيل بومالة: تضامن الكامل والحرية لكل معتقل الرأي والمساجين السياسيين. نمر إلى تدوينة لمحمد علواش، يكتب: أحسن وصف للنظام هو نظام شاخ وأنهكه الحراك الشعبي، في رأي سي علواش. كذلك هنا تكتب الناشطة نسيمة سويلح، تكتب: ليس بالضرورة أن تكون للمثقف مكتبة مرصعة بأمهات الكتب، وإنما المثقف النافع لمجتمعه هو كما قال نعوم تشومسكي: من يحمل الحقيقة في وجه القوة. المثقف هو من يحمل الحقيقة في وجه القوة. كلام طبعا للمفكر والباحث في الحضارات الأمريكي نعوم تشومسكي. وتقول: مع ذلك اقرأوا وانهلوا من كل العلوم والثقافات، فالمستبدون لا يقرؤون
وإلا لكانوا اتعاضوا. نمر إلى محمد إيوانوغن الذي كتب مقال طويل في صفحته على الفيسبوك، سنكتفي فقط بقراءة سطر منه أو سطرين. فيقول هو: تشكيل حكومة خالية من التمثيل الحزبي يعني ما يلي: أولا أن الأفلان انتهت صلاحيته كحزب واحد، والسلطة فشلت في إعادة تشكيل حزب واحد وجديد. طبعا هذه يتحدث عن المحاولات التي جرت في الماضي. هناك عدة محاولات لإعادة تشكيل حزب واحد جديد بديل للأفلان، يقول إيوانوغن محمد إيوانوغن يقول: وأول محاولة في هذا الإطار هي التجمع الوطني الديمقراطي الأرندي، الذي كان خليطا إيديولوجيا يضم المحافظين ويسارين وقيادة الأسرة الثورية. انخرطت في الأرندي ولأول مرة أبناء ضحايا من لوزا مثلا، انخرطوا في العمل الحزبي بهذه الصفة، إلى آخر ما كتبه إيوانوغن في هذا المقال في صفحته على الفيسبوك. التدوينة الموالية: القاضي السابق والمحامي والناشط الحقوقي الأستاذ هبول عبد الله يكتب: وزراء العدل يأتون ويذهبون، والعدالة تبقى مريضة في غياب تغيير سياسي حقيقي وجذري وعملية جراحية عميقة تستأصل أورامها وتشفيها وتعيد ثقة المواطن فيها. طبعا الحديث عن العدالة. المحامي والناشط الحقوقي سعيد زاهي كذلك يكتب: التحكم وتسيير الجميع وكل الفئات بالعصا والفلقة ذاك مبتغاهم، لكن إلى متى؟ لأن العقلية تغيرت، عقلية الشعب الجزائري تغيرت، يقول سعيد زاهي. وكذلك يكتب عبد العالي مزغيش، هنا طبعا موضوع ليس سياسي ولكن له علاقة بالثقافة، يقول: ندوة صحفية للمحامية فاطمة بن براهم بخصوص رواية حريات للكاتب كمال داود، صارت معروفة ومشهورة هذه الرواية التي أخذ بها جائزة في فرنسا. تقول المحامية: جئت اليوم لرفع اللبس عن هذه القضية الكبيرة، كمال داود دخل في دوامة سياسية وسرق شخصية موكلتي أو سرق شخصية موكلتي وقصتها وكلامها، ونشر رواية حريات باستخدام الضمير أنا. الكاتب، تقول المحامية، الكاتب غير مؤهل للحصول على هذه الجائزة، وقد باع شعبه ووطنه بهذا الثمن وخدع الجزائر وفرنسا ودار النشر. تقول، تواصل: الكاتب بنى نجاحه على حساب مأساة هذه السيدة، وخاض في مواضيع سياسية وهو ما يبهج من دون سماع ذلك. هذا الشعب اتجه إلى بناء وطنه، وداود أراد تهديم المبادئ النبيلة التي يتحلى بها شعبنا، واستغل قصة الضحية دون إذنها بمساعدة زوجته الطبيبة العقلية المعالجة لسعاد عربان. موقف دار النشر مستهجن للغاية، لأن الدليل أمامنا وليس لدي أي شيء ضد داود أو زوجته، فأنا سيدة قانون وأعمل بالأدلة، وهذه القضية ليست مسألة تافهة. إذن مشاهدينا الكرام، كانت هذه بعض التدوينات التي اخترناها لكم. نتابع كذلك مقطعا لمداخلة المحلل والخبير في الاقتصاد ضيفنا أمس في برنامج العمق الأستاذ ساعد كرميش، الذي يسأل لماذا، بما أن الجيش هو جيش شعبي في الجزائر، فيسأل لماذا لا يطلع الشعب الجزائري على ميزانية الجيش الجزائري وميزانية هذه المؤسسة. نتابع. خلينا من لغة الخشب. كي يقولوا الجيش هذا سليل جيش التحرير، والشعب هذا سليل من؟ يعني فهمونا كيفاه؟ هذا سليل جيش التحرير والشعب سليل من؟
الشعب هذا جبناه من الفضاء، تقولوا هذا الجيش شعبي، يعني ولد الشعب. إذا كان هذا الجيش ولد الشعب والنواب اللي في البرلمان ولاد الشعب، علاش يمنعوه من مناقشة الميزانية اللي تروح للجيش اللي هو ولاد الشعب؟ هذا أنا ما نحكيوش عن الجنود البسطاء وهذو صف الضباط اللي هما راهم مسوفرين من العصابة هذه تاع الجنرالات أكثر من اللي راهم مسوفري الشعب. أنا لما نحكي عن العسكر نحكي على هذه الميليشيا التي سطت على الجيش وسطت على الدولة وسطت على اقتصاد الدولة وأفقرت البلاد وصحرت العقول وصحرت العقول، وأصبحت الجزائر لا يسمع لها ذكر، يعني الإهانات تتوالى أمام الدول الضعيفة، فما بالك الدول القوية. إذن هذا سعد كرميش يسأل في أسئلة مشروعة جدا يسألها كل جزائري. الآن الفقرة الموالية مشاهدينا الكرام، فقرة الصحف المغاربية التي أعدها وعرضها الزميل نبيل عبد اللاوي. تحية طيبة، عرض الموجز لأبرز عناوين بعض الصحف المغاربية، بداية من موريتانيا وصحيفة أنباء إنفو. 10 أشهر من رئاسة موريتانيا للاتحاد الأفريقي، الحصاد والأفاق. وتكتب الصحيفة: أظهرت موريتانيا من خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي أنها جديرة بموقع القيادة الذي نالته بقوة الانتخاب. خلال الأشهر التي مضت على قيادتها للاتحاد الأفريقي، قامت موريتانيا بدورها بجدية في إدارة القضايا الحساسة، سواء في ليبيا أو الكونغو وغيرها من بؤر التوتر بالقارة. على مستوى الأزمة في ليبيا، تمضي الصحيفة كاتبة: حيث البلاد مصابة بشلل شبه تام نتيجة المنافسة المحتدمة بين الفصائل السياسية والعسكرية، قاد رئيس موريتانيا ورئيس الاتحاد الأفريقي وفدا من الاتحاد إلى طرابلس لدعم ميثاق المصالحة الوطنية في مسعى يهدف إلى جمع أصحاب المصلحة حول قاعدة مشتركة لتنظيم الانتخابات وإعادة توحيد البلاد. ومن المتوقع أيضا القيام بمهمة مماثلة إلى بنغازي، مقر السلطة في شرق ليبيا. في ذات الصحيفة مغاربيان: تعديل وزاري في الجزائر يحتفظ بالمقربين من تبون ويستحدث حقيبة لقائد الأركان، وفق عنوانة الصحيفة. إلى ليبيا وصحيفة الصباح: ليبيا ما زالت الأولى على مستوى أفريقيا في احتياطات النقد الأجنبي وتوجيه بضرورة استكمال أكثر من 5000 وحدة سكنية لمصرف الادخار، مع وضع آلية ميسرة لتحصيل أقساطها. والحرس البلدي بين مطرقة التحديات وسندان المخالفات في دوامة الأرقام الفلكية، قانون العقوبات من غبار السبعينيات إلى رهانات الحاضر، ومطالبات بسن قوانين رادعة لقطع الطريق أمام المخالفين. عربيا: الاحتلال يشن غارات على مناطق عدة في قطاع غزة تسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين. إلى الصحف المغربية ومن صحيفة الأحداث: 80% من الأطفال المغاربة يعيشون في العالم الافتراضي. استعمال مفرط لشبكات التواصل الاجتماعي وإهمال للحاجيات الأساسية ونزاع مع العائلة. والأسد الإفريقي 2025: اجتماع عسكري للتخطيط، تكوينات عملياتية ومناورات مسلحة وتمارين للتصدي لأسلحة الدمار الشامل. والمحامون المغاربة يقاضون يوتيوبر معروف في المغرب بسبب وصفه للمحامين كلهم بالنصابة والمتلاعبين بالملفات. للإشارة، فالنيابة العامة المغربية بدأت في الأشهر الأخيرة من التحرك صوب المؤثرين أو ما يعرف بالمؤثرين الاجتماعيين، كما ورد في العديد من التقارير الصحفية وكذلك الاتهامات والتوقيفات لهؤلاء المؤثرين. إلى صحيفة الأخبار: اختلاس 500 مليار من وكالة بنكية بتيفت ضواحي الرباط، يتابع فيه مدير وإطاران أدانتهم المحكمة ابتدائيا ب12 سجنا. وصيدليات رقمية تستفز وزارة الصحة، عددها يتكاثر وتروج أدوية تهدد صحة وسلامة المغاربة. نبقى صحيا في عنوانها البارز تعنون الأخبار: الطهراوي الوزير الجديد للصحة يعلق صفقات تفوق قيمتها 20 مليارا بوزارة الصحة، ضمنها صفقة شراء أجهزة قارئة للوثائق الخاصة بالهوية. والمحامون المغاربة يقدمون مذكرة تعديلية لمشروع المسطرات المدنية، تضمنت ضمان حق كل المواطنين في الطعن في الأحكام أمام محكمة النقض.
نختم من تونس وصحيفة الشروق. 4 قضاة مرشح سابق لوزارة ومحام متهمون. أسرار جديدة في قضية رجل الأعمال يوسف الميموني. ومقترح قانون جديد للمصادرة يثير الجدل، يتضمن التجريد من الممتلكات دون الحاجة إلى إدانة جزائية مسبقة. والمال موجود والمواطن يعاني، هل جنى الكنام على المستشفى العمومي؟ كتبت الصحيفة: يمثل تضارب المصالح القائم بين القطاعين العام والخاص ذروة الأزمة الهيكلية للقطاع الصحي في تونس، والواضح أنه في غمرة الإرادة السياسية القوية لإعادة بناء أسس الدولة الاجتماعية حان الوقت للقيام بمعالجة جذرية للسياسة الصحية تمسح التداعيات الكارثية لتداخل الأدوار بين الخاص والعام. نختم من صحيفة المغرب بعد الاعتداء على عبد اللطيف المكي من قبل جاره. الإدانة أولا والإدانة أخيرا. الاعتداء أو فقد أدان أو دان المكتب السياسي لحزب العمل والإنجاز في بلاغ له تعرض أمينه العام عبد اللطيف المكي لاعتداء غادر من طرف أحد جيرانه الذي عمد إلى سكب مادة حارقة عليه أثناء تواجده داخل بهو منزله. ونقابات موظفي التربية والقيمين وعملت التربية تحتج اليوم في تونس، اعتبرت أن وزارة التربية تعتمد سياسة الكيل بميكيلين. والصادرات التونسية تسجل فائضا بتأثير زيت الزيتون، والواردات تتأثر بانخفاض الكميات والأسعار. ورسميا توجيه تهمة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة إلى عبير موسي في قضية مكتب الضبط التي تصل عقوبتها إلى الإعدام. ختام هذه الجولة المغاربية. شكرا لزميل نبيل عبد اللاوي على هذه الباقة من الصحف المغاربية اللي اختارها اليوم وعرضها. ونمر الآن إلى زميلنا ناصر جودي وعرض سريع كذلك لبعض الصحف الفرنسية. مرحبا ناصر، أهلا وسهلا بك. أهلا بك سمير وأهلا بمشاهدنا الكرام. ونبدأ جولتنا للعناوين الفرنسية بجريدة لو ماتان دي زيد. عنونت جريدة لو ماتان دي زيد لو جينيرال ماجور مصطفى اسماعيلي ديزيني بار لو تو نوفو مينيستر ديليغي او بري دو مينيستر دو لا ديفونس سعيد شنغريحة كوموندون دو كوموندمون دي فورس تيرستر على بلاس دو جينيرال ماجور عمار عثمانية. Le ministre délégué auprès du ministre de la Défense, Saïd Chingriha, a limogé le général-major Amar Afamnia et nommé dans la foulée le général-major Mustafa Smaili au poste de nouveau commandant du commandement des forces terrestres. Le général-major Amar Afamnia occupait ce poste depuis mars 2020. Ce remplacement intervient 3 jours après la nomination de Saïd Chingriha au poste de ministre délégué à la Défense. Avant sa nomination à son poste, le général-major Mustafa Smaili était commandant de la 3e région militaire depuis septembre 2018. Il avait succédé à Saïd Chingriha après la nomination de ce dernier commandant des forces terrestres à l'époque. La 3e région militaire est l'une des 6 régions militaires algériennes considérées comme l'une des plus sensibles, étant donné qu'elle est frontalière avec le Maroc et qu'elle compte sur la même aire géographique, la direction du Front Polisario à Tindouf. L'investiture du puissant général-major Smaili intervient 2 jours après la nomination du chef d'état-major de l'armée Saïd Chingriha au poste de ministre, délégué auprès du ministre de la Défense. Le Monde. La CPI émet des mandats d'arrêt contre Benjamin Netanyahu et son ex-ministre de la Défense, Yoav Gallant, accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. La Cour pénale internationale accuse les responsables israéliens ainsi que plusieurs hauts dirigeants du Hamas, dont le chef de la branche armée, Mohamed Daif, pour leur rôle dans la guerre en cours à Gaza et les attaques d'octobre 2023, conformément aux réquisitions du procureur de l'institution Karim Khan. Et on termine avec Jeune Afrique. Le général Abdoulaye Maïga, nommé Premier ministre du Mali. Les militaires au pouvoir au Mali ont nommé ce jeudi 21 novembre le général Abdoulaye Maïga au poste de Premier ministre en remplacement du civil Choguel Kokala.
Maïga, limogé mercredi après avoir critiqué le régime. Le général de division Abdoulaye Maïga est nommé Premier ministre, selon un décret du chef de la junte, le général Assimi Goïta. Lui à la télévision nationale par le secrétaire général de la présidence, Al-Fousseini Diawara, le limogeage de Choguel Maïga est intervenu 4 jours après qu'il a tenu des propos critiques envers la junte. Profitant de la commémoration de la reprise de Kidal, il s'était plaint d'avoir été mis à l'écart et avait notamment souligné l'impérieux besoin de clarification politique au Mali et d'une réorientation de la transition. هذه أهم العناوين سمير لك الخط شكرا جزيلا ناصر بارك الله فيك على هذا العرض السريع لبعض الصحف الناطقة باللغة الفرنسية والآن مشاهدينا مع آخر فقرة الكاريكاتير